رفع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة حصول مملكة البحرين على أول ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركتها بالألعاب الأولمبية عبر حصول العداء روث على المركز الأول بسباق 3000 متر موانع سيدات بأولمبياد ريو دي جانيرو. كما ورفع سموه بهذه المناسبة التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ولصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ولسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن هذا الإنجاز التاريخي جاء بفضل ما توليه القيادة الرشيدة من رعاية ودعم لقطاع الشباب والرياضة الذي انعكس على تحقيق الرياضة البحرينية العديد من الإنجازات والنتائج المشرفة على صعيد مشاركتها بالمحافل والبطولات العالمية. وأضاف سموه أن الحكومة الرشيدة لعبت دورا كبيرا في تنفيذ رؤى وتوجيهات العاهل المفدى عبر المشاريع التنموية الهادفة لدعم البنية التحتية لمختلف الرياضات الفردية والجماعية والذي ساهم في توفير بيئة مناسبة للرياضيين لتلك الألعاب في التهيئة المثالية على مختلف الأصعدة وذلك ما ساهم بشكل واضح في تحقيقهم للإنجازات الرياضية بمختلف المشاركات. وأشار سمو الشيخ خالد بن حمد إلى أن الجهود الحثيثة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة كانت لها الأثر الإيجابي في توفير الدعم اللازم للألعاب والرياضيين لا سيما في رياضة ألعاب القوى التي كان لها أو لهذه الرياضة الحضور القوي بمختلف مشاركاتها ونجحت في تحقيق العديد من النتائج المتميزة كان أبرزها ما تحقق اليوم بأولمبياد البرازيل. وقال سموه أشعر بالفخر والاعتزاز بهذه النتيجة غير المسبوقة التي حققتها ألعاب القوى البحرينية بالألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالمدينة البرازيلية عبر حصول العداءة روث على الميدالية الذهبية التي تسجل بذلك اسم مملكة البحرين بأحرف من ذهب في السجل التاريخي للأولمبياد كأول ميدالية ذهبية وكأول أولمبياد يشهد تحقيق البحرين لميداليتين. وهذا ما يدفعنا نحو بذل المزيد من الجهد لتحقيق مثل هذه النتائج المشرفة التي تعزز من موقع البحرين على خارطة الرياضة العالمية. وأضاف سمو الشيخ خالد بن حمد قائلا كنت أنتظر هذه النتيجة بفارغ الصبر لتتحقق على أرض الواقع بأولمبياد ريو فمنذ تولينا لرئاسة الاتحاد البحريني لألعاب القوى وضعنا خطتنا للوصول لهذه النتيجة المشرفة التي تكللت بالنجاح في الأولمبياد عن جدارة واستحقاق بعد أن نجحنا في اعتلاء منصة التتويج والحصول على المركز الثاني عبر العداءة يونس كيروا بمسابقة الماراثون. وقد أشار سموه بالمستوى الفني الرفيع الذي ظهرت به العداءة روث بالسباق والذي يؤكد ما تتمتع به هذه العداءة من قدرات وإمكانات عالية استطاعت من خلالها أن تتوج مجهودها بحصولها على الميدالية الذهبية مشيدا بالجهود الفنية والإدارية التي أهلتها لهذا المستوى مقدرا سموه الجهود التي بذلتها اللجنة الأولمبية البحرينية وكذلك أخواني الأعضاء مجلس إدارة الاتحاد البحريني لألعاب القوى في تهيئة كافة الظروف للرياضيين البحرينيين للمشاركة في هذا التجمع الرياضي الدولي وأيضا في المنافسة على تحقيق النتائج المشرفة متمنيا سموه في الوقت ذاته لجميع الرياضيين البحرينيين التوفيق والنجاح لرفع اسم مملكة البحرين عاليا فيما تبقى من منافسات الألعاب الأولمبية.
national divine. National anthem, Fanfare. Hymne national de Marie.